البارحة تكلمت معكم ولدي بعض الأسئلة. تفضل. يا شيخ أنت تعلم يعني ماذا يجري الآن من فتنة بين أهل السنة في هذه البلاد خاصة، يعني وهذا الأمر تحول عندنا إلى أمر خطير، حتى أنه كثير من المساجد تفرق الأخوة فيها. فلدي سؤال، السؤال الأول يا شيخ، إذا اختلف بعض العلماء وبعض الدعاة في تجريح إذا اختلف بعض الدعاة في تجريح شخص أو تعديل، يعني بعض الدعاة عدل والبعض الآخر جرح، هل يلزم من ذلك تجريح من عدل؟ لا، ما يلزم. ما يلزم من ذلك. طيب شيخ، لا ما يلزم، نحن لأن الذي عدل، نعم، عدل على حسب اعتقاده، نعم، وإن أصابك له أجران وإن أخطأ له أجر، نعم، ولكن هو الذي عدل ما يلزم أننا نجرحه. قلت لك لا، نعم، لا يلزم. نعم شيخ. طيب نحن الآن شيخ نمر بمرحلة أن كثير من المساجد الآن الأخوة أصبحوا يطلقوا علينا يعني أننا مبتدعة وأننا ضلال، لأننا لم يعني نبدع من أرادوا أن يبدعوه أو يجرحوا من أرادوا أن يجرحوه، فهل هذا نعم شيخ؟ إن كان ما قلته حقا، نعم، فهؤلاء اتبعوا أهواءهم. بارك الله فيك يا شيخ. والمسائل الاجتهادية، نعم، المسائل الاجتهادية ما يجرح فيها الإنسان، نعم، إلا إذا خالف السلف، نعم، إلا إذا خالف السلف. نعم، القضية هي متعلقة في عين رجل شيخ، وهو أتصور تعريفه الشيخ عدنان عرعور. نعم. فهل أنا أقول بارك الله فيك، نعم، لا يحل لنا، نعم، أن نجعل أشخاصا رموزا، نعم، نوالي من ولاهم ونوالي من عداهم، نعم، هذا غلط، غلط عظيم شيخ. طيب هل نحن لدينا دورات؟ لأن الإنسان يخطئ ويصيب. نعم شيخ، نحن لدينا هنا، نعم، دورات أحيانا علمية وندعو فيها أمثال الشيخ عدنان، فهل تنصحنا بدعوة الشيخ عدنان؟ من قال لك إني أجرح الناس؟ أنا ما قلت أنك تجرح. سؤال، هذا غلط منك. لا أنا أسألك، هل أنا أقول للناس لا تدعون فلان ولا تدعون فلان؟ لا أنا أسألك حتى، لأنه بعض قل أقبل الحق ولو من الشيطان، تعرف الشيطان ولا تعرف؟ نعم شيخ، نعم، حديث أبي هريرة. نعم شيخ. طيب شيخ، نحن أنا أسأل هذا السؤال لأنه بعض الأخوة في مناطق أخرى قالوا أنكم تجرحون الرجل ولا تنصحون باستدعائه واستخدامه لإلقاء محاضرات ودروس، هل هذا صحيح؟ هذا كذب علينا. بارك الله فيك. وما أكثر ما يكذب علينا. بارك الله فيك يا شيخ، وهذا ظننا بكم. والسؤال الثالث شيخ، وهو مسألة التحاكم بين الشيخ ربيع والشيخ عدنان، لماذا يا شيخ ما تحكموا أنتم في هذه المسألة ونرتاح من هذه الفتنة العظيمة؟ نحن الآن نسعى في هذا ونسأل الله يسهل. طيب وهل المشايخ يقبلون ساعون في هذا؟ ساعون.